نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بداية نقدم خالص العزاء لأهلنا، نقدم العزاء لأنفسنا ولأهلنا في المغرب خاصة ولعموم المسلمين والعرب في أنحاء العالم بهذا المصاب الجلل. تتوارد الأخبار إلى الآن، ذكرت أن هناك المئات، العدد أن وصل نحو 630 شهيد عدا عن الألاف من الجرحى، جرحى الزلزال. قمنا مباشرة بعد تواريد هذه الأنباء بعقد جلسة طارئة لأعضاء جمعية الراحمون، ثم تواصلنا مع السفارة الفلسطينية في رام الله كي نسمع منهم ما هي الاحتياجات اللازمة. فحدثونا أن هناك حاجة ماسة للأدوات الطبية العاجلة ومساعدات إنسانية عاجلة، ثم يعني تركنا الأمر لهم حتى يتواصلوا معنا لكي نكمل فيما بعد الاحتياجات الأخرى. نعم، نحن للأسف يعني كنا أصحاب خبرة، ما زلنا أصحاب خبرة من زلزال الأخير الذي حدث في سوريا وفي تركيا. يعني عدنا قبل بعض بضعة أيام في زيارة وفد طبي لضحايا الزلزال الذي يعني ما زال آثاره إلى هذا اليوم نحو 4 أشهر. الفكرة الأساسية هي نقل الحدث بداية إلى الأهل في الداخل، نقل الصورة، يعني ليس من يشاهد على أرض الواقع مثل ما يشاهد على التلفاز. أهلنا في الداخل عودونا على مدار الأيام والسنوات السابقة على الدعم ومواصلة الدعم الإنساني لمثل هذه الحالات. ندعو أهلنا في الداخل لمد يد العون، مساعدات عاجلة طبية إنسانية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل الأمم في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. من لم يهتم بأمر المسلمين طبعا فليس منهم. إخوانكم في جمعية الراحمون لقد تعاهدنا على نصرة الملهوف في أنحاء العالم. من هذا الباب أطلقنا حملة نصرة لأهلنا في المغرب. سوف نقوم بحملة جمع تبرعات لإيصال المساعدات الطبية والإنسانية لأهلنا من المغرب. نناشد الجميع للتبرع للحملة كي نستطيع الوصول إلى أكثر من الضحايا والتقديم كثير من المساعدات الطبية والإنسانية. حاليا فيش تاريخ محدد للحملة، احنا مدام في تجاوب الحملة إن شاء الله زي حملات سابقة اللي أثبتنا بها وجودنا بأهل المسلمين بالزلزال التركي، إن شاء الله راح يكون دور كو إن شاء الله وتقديم الكثير من المساعدات. طبعا ستكون هناك لنا نقاط معينة نبحث الآلية كيف الوصول إلى هناك، وإحنا في مرحلة متقدمة إن شاء الله وسوف نعلن عنها في مرحلة متقدمة. رسالة نقدم لهم التعازي على فقدان موتاهم، ونقول لهم أن لكم إخوان في الداخل الفلسطيني سوف يقفون معكم ويدعمونكم وأنتم ليس وحدكم.